نبينا محمد. اللهم صل على مات وآل محمد. صالح الطيبين الطاهرين والدائم على أعدائهم أجمعين. مسألة فقهية. تعمد الغي وإن كان لضرورة. المرات قد واحد يسمع بعض المقولات الفقهية عن الضرورات والمضرورات. تعمد القي وإن كان لضرورة لمرض أو غيره يعتبر من المكثرات. أما إذا كان سهوا أو بدون اختيار واحد، هاي المحفوظة الأولى. المحفوظة الثانية، في المستشفيات مرات يفتحون في بطن الإنسان فتحة يوصلون الغذاء إلى المعدة عن طريق هذه الفتحة، هذه تعتبر من المكثرات. أما اللي عن طريق الوريد هذا لا، هذا ما يعتبر شنو من المفترات. هاتان المسألتان إن شاء الله تعالى واضحا. وصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين. سيدي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. سيدي ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين على حب القرآن الكريم والأكلة الطاهرة على حب آل محمد محمد وآل محمد ولقبول أعمال خاصة في هذه الليلة. يا الله صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى بيئة السورة، إلى أجواء السورة، إلى ما ورد في أسباب النزول أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى بني أمية يصعدون على منبر. الرواية لا تذكر الفريقان. حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهبط جبرائيل إليه وأخبره بنزول هذه السورة. أول مرة نظام وحدة الصورة، نظام وحدة الصورة، كيف نستطيع أن نربط هذه الكتلة، كتلة النورانية بكلمة التوحيد؟ كما قلنا المنهج نتبعه
بكيفكم ان شاء الله المحادثه قضيه اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام قضيه متعلقه بالتوحيد. يعني الله سبحانه وتعالى اذا اردنا ان نوحده حق توحيده حق قدره لا نجد منبعا صافيا نستطيع به ان نبحر الى رضاه الا آل محمد سلام الله عليه. كيف نربط هذه السوره بكلمه التوحيد؟ وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. السؤال استنطاق المفردة، هل قال على نبي؟ قال على بشر. انتبهت عليه. لماذا؟ لأن صريح القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ينزل كذلك ملائكته على من هم ليس بأنبياء ورسل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. مريم على الزهراء أفضل الصلاة والسلام وعليها الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أرسل إليها روح وتمثل لها بشرا سويا وصار حديث صريح بينه وبين مريم. انتبهت عليه. إذا الإيمان بالإنزال والتنزيل كما أراده الله عز وجل مربوط ما أصبح مربوط بالتوحيد الحق. في سورة القدر إنزالا، إنزال مضى وانتهى وإنزال آخر يستمر حيث تستمر ليلة القدر، ولكن فرق بين مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبين بقية المدارس أنهم الإنزال الآخر لم يعيروا لهم اهتماما، في حين لما نراجع إلى السورة ما أدراك متى أتت والجواب ولجئ أتت أتى جوابها وسرها في الإنزال الثاني، لأن الإنزال الأول إنزال الكتاب المبين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وآله قطعا شنو؟ سافر إلى ربه سبحانه وتعالى. يعني بين قوسين لكل إنزال طرفان، منزل أو منزل ومنزل عليه. المنزل عليه في الإنزال الأول موجود الآن في الحياة هذه عند ربه، تبع عليه؟ زين شلون تسير هذه الآية؟ تسير حيث يسير الزمان، تسير بإنزالين، بل الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح، عرفها بك بهذا الإنزال، وشوف السر. الإنزال الأول بكلمة فعل ماضي، إنا أنزلناه، مضى وانتهى. ما يحتاج واحد خاب يقول يعني شنو عندنا أدلة، لا لا هذا حتى الألفاظ. ولذلك الإنزال الثاني ما جاء بصيغة فعل ماضي، أتت صيغة فعل المضارع الذي يستوعب الحاضر والمستقبل. تتنزل الملائكة والروح فيها، فلا أبالغ وأقول معناه أن دوام سر ليلة القدر شنو؟ بمعرفة من هو الذي ينزل عليه الملائكة والروح. أنا ذكرت دائما أقول كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه ولا بد لكل حركة من معرفة. هاي المادة هذا الحجر ينزل بقانون ويصعد بيش؟ يصعد بقانون؟ تمام ولا؟ ينزل بقوانين جاذبية أو يصعد شنو؟ وبقوانين جاذبية. زين
الملائكة والروح، هل يوجد هنالك قوانين للتنزيل في القرآن الكريم؟ نعم طبعا لابد لابد، كما أننا نحن نقول مثلا نقول ها قوة الجاذبية في الأرض، ها قوة جاذبية فالجسم وين يهبط إلى الأرض متبع عليه؟ كذلك لو من الملائكة والروح لابد من أكو مخلوق له من مقام القرب وقوة الجذب إلى هذه الملائكة والروح متبع عليه؟ واضح؟ ثاني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل من قوانين تنزيل رأيته خاشعا متصدعا، مو من القرآن، من خشية الله، من آثاره، مو بلاغات دور يضيعون، حقائق قرآنية هذه ننتبه عليه. إذن وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله من بشر، الذي ينكر الإنزال الثاني فهو من الذين لم يقدر الله حق قدره. زين قوانين التنزيل بل موجودة قوانين التنزيل، أكو فيزياء روحانية بالقرآن الكريم. الملائكة فقط لها قانون بالتنزيل، لها شنو؟ لها شرطان ثقيلان، شرط بالتوحيد، وشلون توحيد يكون؟ توحيد الالوهيه والربوبيه، وشرط اخر الاستقامه. ان الذين قالوا، هاي الملائكه فقط ارجوك تحفظها، الروح وياهم؟ لا الروح مو وياهم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اولا هذول يكون عندهم توحيد ربوبي، توحيد إلهي ربوبي خالص، ومو يقولون ربنا الله، قالوا ربنا الله. هذول موحدين منين؟ في أزمنة غابرة، واضح؟ قالوا ربنا الله، وهذا التوحيد الخالص أتت ثم هذه الاسترخاء، ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة. إذا قوانين التنزيل. أو أكو على الضفة الأخرى ماكو تنزيل. الشياطين تتنزل. بس شو تريد الشياطين؟ هم تريد شرطين. تريد أفاك وتريد أثيم. تتنزل على كل أفاك أثيم، هم مو قلت. بلي قوانين هذه. أكو مثل ما أكو أجسام صاعدة وأكو أجسام هابطة، أكو أرواح صاعدة مسافرة في تماس مع الكتاب المكتوب، وأكو أرواح هابطة، هذول هم من حصل النصيب، بجاه ماذا تتنزل عليهم الشياطين؟ هذا القرآن. زين إذا أولا نعرف بأن هذه السورة مربوطة بالتوحيد، وهذا التوحيد لا بد أن نؤمن ونعطي هذا الإيمان منزلة حق قدره. اثنين، خلنا ننظر إلى السورة، إلى اسم السورة القدر. توجد عدة آراء، من ضمن هذه الآراء البعض كأنما لما يطرح هاي الآراء كأنما متنافرة، لا ممكن تجتمع كلها في رأي واحد. بعض قال القدر لأن هذه الليلة تقدر فيها الأمور وما يحدث من أجل من أرزاق من إلى السنة بلا من التقدير. بعض قال القدر معناه المنزلة، ولعظم وشرف منزلة هذه الليلة سميت بهذا الاسم. البعض الآخر قال أن القدر من الضيق، لأن الأرض في هذه الليلة من كثرة الملائكة تضيق بالملائكة. هاي اللي احنا بصوت الرفيلة
يقول وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، لن نقدر مو لن نستطيع، لا لن نضيق عليه، قدرنا عليه رزقه ضيقنا عليه رزقه. هذا زين ما هو خوف هذا، همين هي ليلة التقدير وهمين هي في نفس الوقت ليلة الشرف والمنزلة، وفعلا تضيق في هذا من كثرة هبوط الملائكة. الآية الأولى بعد البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة، عفوا، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا حرف الهاء، هذا الذي يحمل السر في هذا. والله عز وجل في سورة القدر جعله ضمير هاء، يعني كن نبحث عن سر الآه في هذه السورة المباركة، وفيه فعل، فيه سر عظيم. هذا الهاء منه الله عز وجل. اليوم احنا نقرأ سور يجيبنا في احدى السور عن هذه الهاء، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الكتاب المبين، إذا واحد يسوي رحلة بمثل آيات القرآن الكريم، قد البعض يعني قد يقول ها صحيح هذا، لكنه شو واحد يستوعبها؟ بلي قد احنا ما نستوعبها. ليش؟ لما نعيش في عالم مادي وتخلف روحي، طبعا ارواحنا ما تطيق هذا العالم. بالضبط انسان يعيش مثلا بالعكس في عالم متخلف ماديا. انا اتذكر ما ادري يمكن في المجتمع مجتمعات جابوا في الجهاز جديد، هربوا على بال ايش اخترعوا، قالوا شنو هذا؟ يعني تروح مثلا في الغابات الامازون ايش ما فيها؟ اذا اخذت الفيزا هم يشربون زين، او مثلا في بعض الاختراعات يقول سحر، ما يعقلونها لان اكو تخلف مادي. المجتمع كذلك اذا تطور ماديا تخلف روحيا، بعد ما يستطيع ان يعي مرات الحقائق الروحيه او يتحمل. هذا الكتاب الله عز وجل عرضه بعده عروض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من ذلك إلا في كتاب مبين. وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ماذا بكملكم؟ شبك هذا الكتاب المبين، هاي الحقائق المتعالية، هاي الحقائق الغيبية الكونية المادية والروحية. الله عز وجل مثقال ذرة يقول إلا وين؟ ثم يطوي هذا الكتاب في مثل هذه الليلة، يطويه وين؟ ويهبطه فوين؟ فيعانق قلب محمد صلى الله عليه وآله. صلى على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الثقل، هذا بي ثقل مادي وبي ثقل روحي، هذه في هذه الليلة، هذا الهاء، هذا اللي عبر عنه أيضا القرآن الكريم علم الكتاب. لأن العلم شنو هو؟ رديف البيان. انتبه عليه،
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فواحد خلي يفكر شنو مقام محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم؟ شنو هذا المقام العظيم؟ الكريم خرص عقاب بصريح القرآن. عيسى على نبينا وآله والصلاة والسلام بصريح القرآن: لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. والبعض للقلة. هذا معنى تبيانا لكل شيء. اشتبهت علي؟ هاي الأسرار كلها تنطوى في قلبه الشريف. والبعض عند احتضاره اكتب لكم كتابا، يقول: لدينا كتاب الله، لقد غلب عليه الوجع. اتوقع عن قد النبي كان متاذي من يعيش بين الولي. الروايات في كتب اخواننا انا انزلناه في ليله القدر. إذن هنالك إنزال للنبوة، وهنالك إنزال يسير حيث تسير ليلة القدر، وحيث تحمل الأسرار. عرفنا إذن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن راح نسأل السؤال: هذا اللي الملائكة والروح ينزلون على من؟ وشنو عندنا من الأسرار الروحية حتى يكون أهلا ومحلا لمن؟ لهبوط الملائكة والروح. الإمام الصادق سلام الله عليه كل سيد الروح إبراهيم يقول: الروح ليس من جنس الملائكة. ولذلك الله أفرد، قال: الملائكة والروح إلى مقام أعظم من مقام الملائكة. اللي الملائكة يكون قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذا الروح وياها شنو الشروط؟ الله ورسوله أعلم. انتبه كن لازم أيضا يحمل السر الأعظم. إذا حياة ليلة القدر بخلودها، وخلودها بخلود الإنزال، وخلود الإنزال بخلود المنزل عليه. إذا تذكرون قلنا من خصائص هذه الرسالة حتى تمتد في عمق الزمان، فصرح القرآن: ومن عنده علم الكتاب. من أسبابه هذا، اللي ما عنده علم من الكتاب معنى علينا تنزل الملائكة والروح. انتبهت علي؟ تبقى معلقة بالسماء. طبعا أقولها شوية، تذكرون الفلسفة مقولة حلوة هي، ترى هي مو فلسفة مساعة، أشرت إليها مساعة، هي تقريبا أشبه بالفيزيائية، أشبه يسمونها العقل الفعال والعقل المنفعل. يعني اكو تفاعل انفعال. هذا التفاعل ما يتم بين من؟ كون اكو موجود هنا له من القوة حتى يتم التفاعل فتهبط شنو؟ الملائكة والروح، مثل ما تتفاعل مع الشياطين والافلاك الاثيم. انتبهت علي؟ اكثر امثال يقول ان الطيور على اشكالها تقع، قسم الروح الملائكة وقسم تتنزل عليه الشياطين. إذا سر ليلة القدر، إذا استمرار هذه الرسالة، استمرار بركات هذه الرسالة، استمرار العلق بين السماء والأرض، استمرار الحبل الواصل بين السماء والأرض، شنو هو؟ آل محمد سلام الله عليه.
إلا بحبل من الله وحبل من النار. واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله له طرفان، وشي كذا يكون الشيء موجود ما هذا يكون مسيح. إذا ما سره فلذلك ينحسر العقل حقيقة. يقول إذا كما قلنا سابقا وفي الليلة الماضية، هؤلاء تتكسر الحروف، تتكسر الألفاظ، تنطوي الصفح في معرفة مقاماتهم، لأن كما قلنا أن الذي عنده علم من الكتاب القرآن قال هذه مو شبكات ألفاظ ولا قوة ذهن ولا عمق ولا مقولات مادية، هذه قدرات إلهية روحية موجودة عند هذه يتحكم بيها بعالم المادة كله. زين، فإذا تتنزل على من عنده علم الكتاب. هنالك نزلت على قلبه صلى الله عليه وآله، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ايضا توقع ايش قد وزن هاي الاسرار اللي تنزل. العلوم الماديه قلنا عندهم وزن مادي، هاي الاسرار نزلت على قلبه الشريف. القران يسميها ثقيله. يد من الاسرار هاي اللي استطاعت روح محمد صلى الله عليه واله شنو؟ تقف صامدة تتحمل وترفع تلك الأسرار. زين، وكذلك أيضا في إمامنا في عصر الحاضر من هو الإمام الحجة صلوات الله عليه وآله، وقبله آباء الطاهرون، كم يحملون من أسرار علم الكتاب، قدرات روحانية مرات بسيطة هم يظهروها. أمير المؤمنين سلام الله عليه مثل في غزوة خيبر، تعرفون هاي الباب غزوة 40 وعجز عن قلعها 44 واحد ما استطاعوا، علي سلام الله عليه مسكه وظل يدور فيها في ساحة الحرب. أكو جماعة عبارهم يعني القضية قالهم ما قلعتها بقوة جسمانية ولكن قلعتها بقوة روحانية. والروحانية شنو؟ ها؟ علم الكتاب يتحكم به بالقوانين المادية. رد الشمس اللي يروح من الفريقين، هذه القوة الروحانية اللي هي تتحكم بالعالم المادي. بعض العالم شو يقول؟ يقول حتى عيسى على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام اللي شنو قال؟ أبين لكم بعض بعض انتبهوا يا. يعني إذا عنده قوة على مستوى بعض، عنده قوة على مستوى حرف التكذيب. قال إني أخلقه، راجعوا في القرآن، قال إني أخلقه. فشلون تعليق لبعض علمائنا؟ يقول شنو معناه؟ يقول هؤلاء هم عندهم القدرات الروحانية ولكن استخدامها موقوف بيك بإذن الله عز وجل. من تبع عليك كن يا ذا الله سبحانه كلها قدرات موجوده، وهاي الاسرار موجوده، ولكن استخدامها يتوقف باذن الله عز وجل. اذن الله سبحانه وتعالى ان تستخدم في خير. رد الشمس الروايات موجوده عند الفريقين، او اليك عليه، او يوم الهدايه، عنده قدرات. طبعا البعض لما تجيب له شوف لك واحد هندي زين بيجي قطار شايفين يوقف هاي يقبل فيها، لكن اذا تجيب له امير المؤمنين ما رد يقول لا هذا هو الوقت. من عندهم علم الكتاب هذا المغالين.
الإنسان يجهل نفسه. هذا كيف إذا كان فقط ما عنده رياضات خاصة صار عنده قدرات نفسية، أما ما بالك بقدرات من عنده علم الكتاب. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. الإنزال يسمونه هنا دفعي، يعني مرة واحدة. تبعت علي؟ ما قال نزلناه، نزلناه يعني بالتدريج. فهبط مرة واحدة على قلبه صلى الله عليه وآله. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هل ما أدراك تجي ليلة القدر خير من ألف شهر؟ وهي هاي أعظم الليالي القدر مرتبة وشرفا ومنزلة. تفسير واضح، ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، عبادة ألف شهر. ولكن هنيئا لمن عرف ما أدراك. تنزل الملائكة والروح فيها. وسبحان الله، شوف المدارات الإلهية. الآيتين ما ذكر الله عز وجل للمنزل عليه. ما قال إنا أنزلناه عليك في ليلة القدر. والثاني أيضا ما ذكر المنزل عليه، قال تنزل الملائكة والروح فيها. ذكرنا أن الروح هو أعظم من الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، في رأي يقول بعلم ربهم، في رأي يقول بأمر ربهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. في رأي يقول هاي من معناه الباء، وكل أمر اسم من يراها، كل الأمور التي الكونية، من يرى الأمور التي للعام القادم، من يرى قسم منهم، من يوسع الأمر إلى دائرة الأمر إلى عالم الأمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولعل أفضل الآراء، ويقول السلام شنو التعلم من الآفات الباطنة والظاهرة. أكو يعني سلامة أبدان، وأكو سلامة أرواح. أما الإنسان وين يقصد؟ يقصد فيه سلامة الروح، وخصوصا في هذه الليلة. هذه الليلة إن شاء الله تعالى راح ندخل إن شاء الله بيها، وندخل بيها وين؟ إن شاء الله كم دقيقة مجلس الحسين في ليلة القدر. هؤلاء الذين تتنزل عليهم الملائكة والروح، هؤلاء الذين تتشرف الملائكة بخدمتهم. مدارس آيات خلت من تلاوتهم، ومنزل وحي مغفر عرفاته. منزل وحي، منازل جبريل الأمين يزورها من الله بالتسليم والرحمات. هاي المنازل التي رفعها الله، التي جعل لها محل للذكر، التي جعل بها الأسرار الإلهية. هاي المنازل المقدسة، يقف عمر بن سعيد الأشدق يا رسول الله على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له يا محمد ثار بثارات البدر. وفعلا الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول ما وردت على دور آل عقيل إلا وخلقيت العمر. دور أصبحت أيتام وأرامل، هاي اللي تتنزل فيها الملائكة، هذه كان يتنزل فيها جبرائيل. اليوم وين نتوجه؟ نتوجه سيدي يا الله، نستأذنك يا رب للتوجه إلى بقية الله. سيدي إن شاء الله من بضاعتنا ذكر جدك الحسين سلام الله عليه، إلى المنازل، إلى المنازل التي يزورها جبرائيل، تتشرف ملائكة السماء بخدمتها بعد عاشوراء.
ليلة القدر نتوجه إلى من كان يحبه الحسين سلام الله عليها لا وهو منزل الرباب رضوان الله عليها. الرباب لما وصلت إلى المدينة يروي الرهاوي أنها أمرت البنا أن يقلع سقف البيت، كانت تجلس تحت أشعة الشمس طيلة النهار. تأتي إليها عمتك زينب يا سيد رباب قومي عن الشمس، تقول سيدتي كيف أقوم وقد سهرت الشمس حرارة جسد أبي عبد الله ثلاثة أيام. يا وهو السميع البصير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهي باكورة عملنا إن شاء الله ذكر الحسين سلام الله عليه. إلهي سنضع المصحف على رؤوسنا وسنتذكر أن في كربلاء بدر بلا رأس يا رب العالمين. إلهي بالمحزون الراس من القفا بالمسلوب العمامة والرداء يا الله. اللهم من علينا برضاك ورضا إمامنا واجعل أعمالنا مقبولة في هذه الليلة. اجعلنا ممن يعين الإمام بورع واجتهاد وعفة وسداد يا الله. إلهي بقلب الحسين في هذه الليلة اجعل قلوبنا مجتمعة بحب محمد وآل محمد سلام الله عليهم يا الله. اللهم أرنا لعين الحسين سلام الله عليه، لعين أبي الفاضل أسرار ليلة القدر يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أعوذ بك وذريتي من الشيطان الرجيم. إلهي أستغفر الله أن نسيت أن يكون في البيت دعاء له صلوات الله عليه وآله. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، زين الأرض بطول بقائه، أمن علينا برضاه. اللهم اجعل أعمالنا به مقبولة، خاصة ليلة صلواتنا، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة يا الله. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة إلى الرباب سلام الله عليه وعلى أم الإمام صلوات الله عليه وآله وعليه الصلاة والسلام، جميع سفرائه ونوابه والعلماء الذين أحيوا أمر العترة والقرآن الكريم، أسيما الشيخ رضوان الله عليه الذين أحيوا أمر الحسين، سيما الشيخ الباري، أموات الحاضرين، أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة
مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. الله.